اخترته النهارده. الاستاذ سمير صبري ده قيمه وقامه كبيره وايقونه من ايقونات صناعه السينما في مصر. فهو كون ان هو ياتي الى قصر السينما النهارده فالاضافه ليست لسمير صبري وانما الاضافه لقصر السينما ولجمهور قصر السينما. ده مبدئيا. الندوات والمحاضرات والنوادي الكتيره اللي جوه قصر السينما لو مش موجوده هيغيب الجمهور وهيصبح هذا المكان مهجور كما كان في 7 سنوات الماضيه وشهادتك، وهيصبح مهجور كاماكن اخرى مهجوره ومغلقه كده وفيها بس ورق بيتمضي، وده انا مش هسمح بيه في ظل ان انا اكون رئيس المكان. انا بحبه وعارف ازاي ان هو بيشتغل بدون سمير صبري، بدون مجدي احمد علي، بدون علي العسيس، بدون خالد الصاوي، بدون النجوم والنجمات، مش عايز اقعد اسمي، وبدون المحاضرين من صناع السينما المصريه اللي بيبقوا موجودين هيختفي الجمهور. فيه هل ممكن نقول ان في تعامل، يعني تعامل جديد بينك وبين سمير صبري في مسلسلك الجديد؟ استاذ سمير صبري انا دايما لما بكتب حاجه ببعتها له بصفه ان انا بفتخر ان هو صديقي اصلا، انا من اصدقاء سمير صبري، فانا ببعت له ده بشكل او باخر هو يبقى شايف طالع عليه يبقى بيقول لي رايه، كان له دور او ما كانش له دور دي مالهاش علاقه، يمكن صدق.